بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال امروين دعالة ادونك ميرو البعاد كجوكتان شاقد دي ما ايدين شاقني ان قروي سنين تا انتان لقارن ورمرتيات لقصو صاري دونا كاسو ان ارونين مدحوين حسن شيخ محمود يا صاحب دي سودم الجديد سيداس ما ايدين لو ذاقني مسا ايدين لمو ذاقن هذا بشاقد دي وحاوي ما أنت واسبتي أحد أيها سوغلي دونتا ورمرتيات كي ملصو ساري أو مريد كوود نقبت كو أها حسن شيخ محمود أر شيخ شريف شيخ أحمد فرماد يدني حاسسنا مدح وينها صومالي إساقو هبين آنو ساحنين أيهي حدنا إيهوان تقمول iyo kiniinigi ayow madigay aanay ku ergan u diyaarinin waxay soo saareen 9 qodob oo 9 kaba wadnaha xanuujinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo atbaacdiisa ay ka bayeen kuna dooneen kursiga Soomaaliya diktatooriyad 2024 qodobadaasi ayaanu akhrin doonaa laakiin sheegada waxa weey إلهي إذا هرت قيدك أك يوحي دحاية لكن إن قرشياشا في اللوين كأنك ورقبنو وحيد دليلكو غفلا إسنين تو ربايان كداي حسن إن أو بارلمانك قبقع وكو مرسيو ما المكوران كو شاك لكن إسنين تانتان لقارين دستور كان لغو داتي قرر وراه كسو بحايان كداي بل حسن عاوة مبيق وغالو قيا ما تقمل ما برستمول ما أيوب ما ذيجي حسن هبين نذن هردوه كتكتي إساقي إيواريكو بل عوضا سيديابو أسي حمدونا حسن شيخ محمود قضبادي أيان أخرين دونا دلقاتك ويحقيني دلدلان كانوا ويحقيني جمهورية دا فدرالك صوماليا فدرال ريبابليك أوف صوماليا أيا عيوان لوغادية تاريخ دو وصدحي اللباتنك مارس اللبادة كن إيا أفري اللباتنك قروي warmurtiyeed wada jir ah oo ay madaxweynayaashii hore ee dalka ay ka soo saareen kulamo wada tashi oo ay ku yeesheen garowe wayay anoo af Soomaaliga wala iga badiya laakiin hadii aan gadaagada chocolate mango Soomaalish aan ku akhriyo hal iyo dul qaato madaxweynayaashii hore ee dalka mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ama mudane Sharif Sheikh Ahmed iyo mudane maxamed abdullahi farmaajo oo ka anba qaaday doorka kaga aadan xoojinta midnimada wada jirka iyo dawladnimada Soomaaliyeed ayaa kulamo wada tashi ah kula qaatay magaalada Garoowe madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani muddadii u dhaxaysay 22ka Maarso ilaa iyo 23ka Maarso 2024 labada madaxweyne oo ka walaacsan سامين تقلاف كأرمها الدستور كا حالة دا أمني اي دالك خسارها كأنا شي ويرارضي وعدو كوباك سانيو عيدا مدين يدروفا هاليسكا هاليستا كوة جريتان كا ايوه مدني مدى قرنك صوماليين وحا اي صوصارين وضو بدن كووي كو كوي كو مديد دوي لباي لبا مديد دوي سدعي سدعي مديد دوي تدوي واكو تاكسها ولي قاما مقاش سداد يتوان بلوضا تاني سلسي كو مدحضو وحي بغادين ايان دادالادا نفخور نمدالي عيدا مدى حو قدالك صوماليات اي كو وجه ايان ارقا قحيسادا على الشباب يغا اوه شعبك اي قرنك صوماليات وقا تعصيادين ايان damaan halyeeyadii ku shahiiday difaaca dalka qodobka koobaad labo madaxweynayaashu waxay adkeeyeen dadaaladii muddadii soo socday ee lagu bixiyay dib u dhiska ciidamada ku soco waayay warqada dib u dhiska ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed Soomaaliya ma dhin in ay articulate yihiin meesha sa ka aragta Soomaaliyeed bay yiraahdeen waayo Soomaaliya iyo Soomaaliyeed kala macno waa waxayna dawladda federaalka ugu baaqeen in ay dib ugu laabato
ضبها لسماء عيدنك يدب وحرينتا يدو لوطنا ما يستريو عيدا مضى أقبك قرشها يساند أي أباهيهين سي أي وحريان دلك حني ساند دي واب عمتان بدركي واكا عمتان عيدا مضى واب باب إسان جوجيو وعيدنك قلبية صدح مدحوين شيخ شريف شيخ أحمد يا مدحوين محمد عبد الله فرماجو وعائلو ذاقين مدحوين بونتلان نتيجة يا عقبضها نتيجة يا عقبضها وان وانتي أي كجرين أي كسلي سنيد قلاف كالدولة الفدرال كأه يا بونتلان يا أريمها الدستور أفر لبدا مدحوين وفرماجو يا شيخ شريف شيخ أحمد وحاي كحيهين إن مدحوينها الجمهورية الفدرال كصوماليا مدن حسن شيخ محمود وكعج جيدي بلنتي كسلي سنيد إسو سلوينتا لبدا دنع تاس أو مركي هوري وإرقو أهان وقعد صدي إن أي تغان قروي كان شقيان حلينتا قلاف كأول حيا بونتلان يدولة الفدرال كأه بضب كشنات لبدا مدحويني وفرماجو إيا شيخ شريف شيخ أحمد وحاي سي وضي دونان دادها لذو ذا كو آدن إسو سودوينتا وذا جيركا إيا مدني مضى شعبك صوماليين وحاينا سود جيدين أيان قبسو مدى شير وضا تشي أو كو آدن حالة دا أذك إيا الدروفا خطرتا أه إيا كو حيران مدني مضى إيا قراني مضى دالكا شير 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 وهاي هاي غلب كل حد ملاحظوا وحي اسكو افقرتين وطمان انتي قلو اسكو تكتوها مركة ملاحظوا وحي وحي اسكو افقرتين ان لا سمايو قدي قابن قابو شروينه وضا تشي او كشقايا فرسمدا يقبسوميدا شركة صبورة ده مرهر عليك حيرانيك ها مرهر ما أقول وحانو كلا عاو عاو يكونو شاي باش تضبو لبدا مدحويني وحاي كوئليين موقف كأذك اي كتاقيهين قرشها عن شرعيق اهين اللقو بدليو دستور كبالك كاس او هاليس قلينا ايه دولدني ماذا يمدني ماذا دل كصوماليات وحمان تيدا حدا حدا مجرى واي مري أم همرين مري أم همرين هداد مريسيد مجرتو هداد المرين مجرتو العق أذا بحيي بين أذا شيء أذا كو قصاري هدي أدوه قاسم ويدنا شعب كصوماليات حبضة أنه تو تيسان وانا أركيسا واي وحيشالي أدوه أسميسي والغوغ سمينايا وهيه قدم كسيديدان مدحضو وحي فرين ادرين قدونك يحبنها اللبضة اقل بارلمانك فدرالك صوماليا يقو او كلاد دردار ميا ان اي كفو قادان وحكستو او كالقايبين ايا مدني مدى يوذا جيركا شعبك صوماليات اينا كجوك سدان هنانك اينا كجوك سدان هنانك آن وافق سنين شرعيغا لغو بدليو دستورك الدلك قضبك اوغدن بيه اساقالات مضاحدو وحي اوغدديغا يان وفرين توسا وداركت ان داركت ماان مضاحدو وحي اوغدديغا يان مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدان حسن شيخ محمود ان اوكسي صعدو ضبهن قرطجها اه بدلي الدستور كجوكسو 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 وي اف كان وحا لا جوقتا جنادو كو جيا اما سنارت جهنم جحيل كنا سيده كلي نمحو كو جهيا اما سلاما كولا جبا ودي قدان جيرجيرسني جدا باي كو جيسا اما شر اي بور نير حسنو كجو وي معنو وي مضحضو وحي اوغدقايا مدحوينها الجمهورية الفدرالك الصومالية
مدان حسن الشيخ محمود إن أكسي صعدو ربهن قرطجحة بدلده دستورك وحين أسود جيدين إن أكسو اللابطو جدك الشرعيك يوذا أقلك إلى لينا دستورك وإصابو ودارتي سيدا أن وحكو قدي بني ناسو دحنك واي نظام كي لغو قدارتي هبربرينين حسنو دلكو كل جامليت معنوه سيدا وقدام بينتي أي كسو قناني ذين مدحذي قروي إسو قدتك لبدا مدحويني وحي هاد علينا يان مدحوينها الدولة دا بنتلان مدانا سعيد عبد الله الدلي قول ياشا دولة ديسة يقايبها كالدوان بلشادة بنتلان سو دوين تديران مرتقلين تا وانا اكسان دماد اسكلو قد حتى ماان هدية افقالات لقوها الله انجريس اما عربي اما اف صومالي قرمضة ارتكولك معني بنجويشنك حكتك فاصلة حاوي نبض ينرل وما في أقون لي دم الجديد سيدا وما قري كران حتى ما قري كران با وياه هرت عاوة مدي حوينا صوماليا إن أي نفط كبح ذان كبقى يعني سقان وحنا وحبلا قلنا فنن نحدين درادد هلا إيجا هذا حسن شيخ محمود مسقشة إن وكجرو إنه بنان كجرو سيدا مع هذا عافمات ما أهنا وركان ور عافمات حسن ور عافمات قلنا يمان ور كان ور حسن شيخ محمود شو كان كريدا يوا ور كان ور حمسة عبد البر ما استاج كريدا يوا ور كان ور كان ويا حسابته مركي ماشى مريس مرك إسلام مركي وإسهين وين أحمد معلم فقي مدة جيستين عوا مركي ورقدان أي صوب هذا بل مدة جيسنا وحير لبض دقيقه سعيد الله وبوان باولي مال دخل فرماجا وقت سو ساري وقت سو درسا فرماجا مال دويت الله او يرتول الله لا يا شيخ شريف واك دبا الله اصل قبيل بو حسن شيخ شغير يا وي غرو واري واك دبا هذه ده وحا صحمان وح نوقل منوا مدحوينا حسن الشيخ او اجندياش واوين او قرن كدغتي ان ساعدا بوغ لخرى ولو إيه حسن شيخ قبيل بوك شقينا يا انت النوين شو يستعبو انو يرادة قبيل بوك شقينا يا ميت كلو مدحوينة هانجر يا سنة يرادة تولى الله الله بنا يا ارنت هاسي واحد نوع انتو مياه نوع انتو الكرام سور كان هدي وحكا غلدمين وحي وحكا غلدمين صاحب كان شريف بركو جوي انا هو الله رجل شقينا يا هذا يكاد الشيء ضد لما يكاد لين دستور كان وأقوم الجار. لبكون يلبي تونكي أيها السيدات بقولي لواتنا يشان. وياه. هاي هالشين ما ولتان إذا دستور عن هير قلنا إنا يا دادين. وحبلا إذا كمشيين. لكن شيخ شريف شيخ أحمد فرماجو متكلة بوق إن هذا لفرماهان. دا 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 دا. 15 ماي كار كور. حسوس من الذين. 15 ماي كار. يلون معني دستور أن لبدلين نظامك أو كلا صعدو معني وح محاسمة يسان يدك محاسمة يسان دم الجديد يدلج محاسمة يسان محايدك عباد سينا يا مرك أوكي عباد كذوان أرقني وحان ربا إن أن أقل دمرك قدها حسن علي قيره حسن شيخ محمود أيان ور إذن كقهينا waxaan war idin kaga haynaa ciidanka Soomaaliyeed ee la laayay qaabka loo laayay siyaasadda ku duugan intaasna waan idin sheegi doonaa cawada way karkareysa baraha bulshada macnahe damul jidid uma ahaanin in ay joogan qodobka ugu horeeya isla dastuurkan daba jooga Faisal Cali Waraabe oo shalay xasan sheekh maxamuud irri somali ula jiray way ka yimaadeen waxay yiraadeen faisal wuxuu yiri xasan sheekh maxamuud macni maanta inuu dastuur aan bedela uu yiraado oo diktatooriyad uu ku hamiyo waa waxaan aqaliga galay inuu yiri hadii sida uu bilaabayna gareewe daaradu isku urursanaya sida uu warka u dhigay meeshaasi waran kala dhig waayahay موسى صودي يلحو يوحان اقود بينا
حل دوان كسو جيدا ديقل إيا مريفلي قران كسو ماليات متلا يو أمي لانا حسابتي مانتا نحمرتي مقالة مقدشة بارلمان سيدان هراء إذن كوكوشاقي موسى سودي وحو النقضي حسن شيخ محمود وإنت تاقن وبيعان اسمرين بو النقضي مركي قدون كقبل كبنادر الله بلان قادي لقول يري حبر قدير بان باب إنينا إنتا سيمرك الله شاقي وحو الدمعي إنو حسن شيخ محمود كو دفاعه قاب قبيل إيا موريان نمو بارلمان كصوماليا قديسي حلدوان وليد او كسو جيدا ديقل إيا مريفلي او قومية دمائي لان اه ايو الدمعي انو هادالك كل عليو و هادالك اوديدو او يرادو ادو قدقا كجرتا محاب فكرة داد او ديبانيسا لحاس او كلام عني ماشان لو كينا ايا لكن جوابت او سييبا وحيا هيد مت لغو سوغي او ماركي سامعني نحذين كوري داي موسى ايو كوي اساقو لجوغي مركاس ايو كو فكرة داها وحالو يري ادب يالا ليري ادب يالا وريا ما أديك أيها أنيك إنبوت كيجي يا معني إنبوت كحسانة حلبان ماذا أن لا يهاي قرن ماذا يمتلأ ديدي ميا أديك محل كرت دي كرتاوريا بوق أيها كذا شيء حتى هذا المدرب وحالو قب صدي إن موسى صودي وجوجي مكرافن كفرد وعذر داره وروي ويل ويل هدو يجوري اسمه هذا بيشن عفران بيشن هدو بيشن يا جوري جوري سأعده guriga islaantii saado haday hooyadiisu nooshahay guriga hooyadii saado hadii aabiisi maba noolay xalal qudato ahay macni adeerkii saado haduu beeshin yahay waa laakiin odaygu waa waayelo ma dhaqaaqi karee ma karo qofka xildhibaanka ah waa in uu soo xadira podiumka haduu san iman karin podiumka guriga saado qof kale ala keenay meesha yani taas hata buuqa ka dhashay ee madaba waxa muuqanaysay وحير إن أول كديجلي يا مريفلا سومالي قا إن أحوله يعني سي ونعكسن له وناجي 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 محيطه ما حد اللي يسيب بالقولية يعني حمر النجع عليه ما حك بكو هذا ذكرت الشيء كوين كيس عاش ما يدي أيوة دمعي إنه بارلمان كون حجله لكن ما هو الدواء إن حبض اللي قال جلين كره دوس واحد قد حمر جديدة موسى صودي إن أنا أهين ضدك ضد كيس عاش ما يدي إن يصير أهين digil iyo mariflan inuu san ugu talin karin baarlamaanka Soomaaliya gudhiisi Soomaalina ay wada leedahay xaruntaasi baarlamaanka ee caasimadda Soomaaliya wala dir wala daarood wala danwadaag wala hawiye wala maani mooriyamayn ma hadli kartid isma waa lagu sugay edeb u yeeshay edeb uu u fariistay rag haddu isbaranaaya waxaan rabaa marka inaan dhaho hambaliyo xildhibaan wuliid waxaan leenahay geesi baa taa adiga ee murjaan iyo inta idin la midka ah iyo Cali Bogadi رجع معنيه رجع إسكان عشا والرنتة أشجع متلات نبقى قرن ماذا شعبك الصوماليين متلاية استيت ككسر جدار أي متلايان والله إذا كنت جرب تاجي هاي الصومالين ويدين دعينا يسا جربهني أيها اللي تاجي حق بعد كنت تاجتين موريان تا بحب عيا وبنتود وبنتود هويانا أم السعودان إيه وهوي موريان ما يسكوب هايستين ضل كي توس أدي دين قلب كاس السجا وين قدمني ciidamada Soomaaliya magta ayaa laga galiyay laakiin ciidamada intaanan u gudbin Xasan Cali Qayre ayaan u gudbaya Xasan Cali Qayre waa saddex kaarle saddex meelood uu ka dhisan yahay Habar Gidir iyo Abgal way is goos goosanayaan hadda Habar Gidir 190 waxay ka hortimaaday dastuurkan maxay uga hortimaaday waxay aragtay in حسن ماشان ولغي انو فدي انو ربو هبر قدرنا سداس شقيدو باهن وحي ربتا وحان ان لا اسبدلو معني لا كلا شقيستو سداس اي ربتا ما دام اي سداتا هي 90% وي كوري مدين وي ديدين حتى ما حد صلاه نينكي كرسيغي سي لوو بدلاي او الياس ايا و هو يري وحان وح شقينا اي ماهن وا نين عاير اه كرسيغا ما حد صلاه markii xildhibaannimada laga qaaday ninka bedelay oo shalay taageersana Istanbul ay ku dhajinay hadii meesha laga sheego wixii toosan oo leeyahay mucaaradta ee tareenkeed ka boob ee weel aan martay inta iska dhaafno war aan si sharaaxale aan wadoona dastuurkan waa dokumenti ugu sareeya dalkeena meesha ugu toosan ugu macquulsan aan u jeeyayna mucaaradnimo maalmaanta maalaheen baa la dareemayaa inay tahay
بارلمان كان قفت سوبرية أو أمد متلي على تيشان سنلي حبين قد دارش السلوك نقنا يا فرطان صار يا إيشي حتى عن مد كجرته دستور كان نور كيس وح كجرة وعي عن سلنا وروحان وما بان بلك إن قفل وحيري معها بل وان نصيحه يتوسين قفته من أحد أنا أنا سرعيسا بل كان بغل كيبا تدراتا إيشا وعدان يرالي تدراتا إيشا وعدان يرالي قدي دوار إيشا محرمين كمان نغو كرميا وهي وهي أبشر بقاري أو قدي قال معني دوار الشغل ربي إنو قالو وقالو دي دي هبير قدير مركو وحي عركت الباب دي إن إيشا حدمين نين كان ومهد صلاة كرسي سنين كفر دي ملكي لها الدولة أيو أها وأودي دي بمن عدوات أركت وودي دي عبد غيب ديد وودي دي عبد الرحمن عبد شكر وودي دي 90% قبيل قبيل أنكو صرفا سعد وودي دي سليمان وودي دي عير وودي دي سرور وودي دي انت سمعي قهي سا هبر قدر ما انت سيكا بدن تاي وي دي دين فقه اسكدا فديك سعد ما متلو انت سمعك هذا هي ستيد حسن علي قيره نمي دهان احمد نور جمعالا ويمادي حسن شيخ محمود والله فريستي فردي بي قاتين وحوكو يرنية ودقيسو حسنو اديقو ودكاك متقانيت ماشا قد كل من يسيد متقانيت قروا وحكس على سو مجيد او ميلان او صومالي او صوماليان او ار وحوالا ما هايو هويا كانت تقعطا هي واحد يا ليس هديه هوية قف ومدح نقونا ايو مدح وين نقونا ايو حسن علي غير روا هديه رئيس الوزراء قف ونقونا ايو وحسن علي غير شحد قروه كسو صعطا صدح كارلو ايو ليبا بيدبو كقضي هاي جبوتي وكقضي هاي قروه وكقضي هاي دنيو كقضي هاي فرماجو كقضي ولا هبر قدير انا لرق هلينين ويقهين ولا ابقانا وحلينين يا هدي دارود مدحوين او نقضو رئيس الوسارة وابقال ويسك اكتعاد با ساسا معني اكو فكرنا لكن ويكدو انت هدي عيارت حسن علي غيرها تاغن باش هراب ويكتك وعد يا ليسا حسن نكتا صغبو له شيء صوت اسيد اسوية لاي المحيطة صوت اسوية لاي وحوي احمد نور جمعالي نم اي المهاب رديهين او مرصدعة ايا شركة اللبات كله شركة ده هرموت ام السلام بانك انا قا كينينا والعركة يا مرصدعة وايدين نحن حادين حسن شيخ محمود يا قيروا اللي سكينه وحي سكان احمد نور جمعالي فرمود ده هذا هبر قدير تمعني اي جاجوس اي سارجع سوى لقى سوى حراي بسلام بان حسن وصود هو ولي وعرنا انا اذا شي سينو لبدي ناس حسن علي غير روحي ردان حسن شيخ ليه شينا ايو شروط اوطا محيطها شروط هذا مركب وقول رئيس وحو يري هرشب اللي يقل مدد labada madaxweynaha ku xigeen waxaan rabaa laba qof oo anigu aan keensaday hadii hirshabeel la nin xawaadla madaxweynaha ku xigeen uu noqonaayana nin aan anigu keensaday xawaadla laga dhigi hadii galmudug mareexaan uu madaxweynaha ku xigeen ahanaayana qof mareexaan oo aniga aan keensaday bad madaxweynaha ku xigeen iga dhigaysa are you ready to do that hasan taasi diyaar ma u tahay hasan sheekh maxamuud daaman ku warwareejiy نيو تاسو وي ادقتا وحو يسلها نين كان هنكي سو يري هايو ما اركي سمعني وح يرسي وحو يريني وانيو وسارة دا اريمه الدبادة ان كسينا يا وسيرك اريمه الدبادة ايان كسينا يا ماشي هروس لغا قاضي او اسكا بنان حسن علي غير موقتا نين اسلوه يواي روح اسكا بحو يريني او لبدا سمامول مدحوين كحيجي ندو دا انيقا ما اسينا يسا براس ما ايقود دار يسا مركز كدب دور الشدي لعكت ايقا بحضي oo codadka aniga adiga aan ku siiyay lacagta ma ii kaashaysa xasan wuxuu yiri lacagta ka baxday maxay tahay
oo hadii aniga codadka aan ku siiyay farmaajo aan siin laha adigu ma soo bixi lahayd weeri Soomaagid farmaajo 110 inuu keenay aniguna 60 iyo dhowr cod inaan laha hadii 60 iyo dhowrkaasi cod farmaajo aan ugu shubi laha 107 iyo dhowr cod uu iimaan laha 107 iimaan laha 107 farmaajo madax madaxweyne noqon laha حسن شيخ محمود وحو يري نيو لعقتاس وي اوغو بدن تahay حالديدو وها دحدح وح ما هايو ميد كلانا ما اركيس ان لبداسي مامول مدحوينه كخيغين ان كوسيو ايدنا وي اوغو ادغتاي ما كوغو ادغتاي ها غرو وا نوبلنا لي مرك حساب تماشا سي هدا او جوقتا وا لوغو دخ جيرا حسن شيخ محمود يا حسن علي قيرة كبداسي وإلى فهمت وحان إسلاء آذينا مركا حبر قدر حبر قدر إيادو وحي ربطا مدح وين أمر رئيس الوزاري ميلا إيكيه لكردو حسن الدو تاغي هاي هويه دا إساقا متلا يبقالان أهيو لا يبقالان عانا وما شبايو حبر قدر نوحما هاي wixii oo dhan uu soo xirxiray hadda meeshii oo dhan argixisa joogta wixii oo dhan been uu ka sheegay macnaheedu lacagoodu waa la xiray waad aragteen okay ee hadii ay garow aadi maqtana abgaala kaga hormaray marka habargidir waxay leedahay xasan waa ku qasaarnay farmaajo inuu yimaadaba la qaatay isaga ma neef aan ku qabnay raisul wasaaraha aan keli lahayn ama xataa raisul wasaaraha dayna keli aan ku noolaan lahayn lafta gareen hadaan aadi maagno colaan gelinay uqdadu noo qaba digli marifle waji kama samaysanin waa daandaansanay waa caynay ma jeerteen hadaan aadi maagno sheekh shariif aan nooga hormaray cali maxamed geedi harti abgaala taagan waa yahay ee hadii xasan aan dhaano xasan anaguna gumaadi markaan finito la muusika uu nagu soo kala fireeyay marka hawar gidir iyadu xisaabteedu waa sidaas saasay ku socota seed u badbaada see ciidamadan la leeyay waan idin sheegna maanta maanta ciidamo aad u tira badan ayaa lagu leeyay gobolka shabeelada hoose ee galoo yaqaano markayse macnii dhanaane ilaa iyo afgooyi duqeynta macnii kalama go'in ciidamada waa la gooyay maanta ciidamadan ma dagaal bay ku dhamaadeen mise waa la shir qoray say u dhamaadeen ciidamadan tiradoodu intay leegtahay 100 kama yara ciidanka dhintay Soomaali oo dhan way isugu jiraan digil iyo marifle sodomeeyay gaaraan biyamaal waa ay ku jiraan iyaguna abgaal waa uu ku jiraa waa uu ku go'ay saraakiil baa ku dhamaatay sida Liibaan golcod oo kale oo u dhashay beesha Saleeban oo habar gidir isaga hoggaaminayay ciidamada waxay isugu jireen nabad sugid waxay isugu jireen booliis militaria يا معني بوليس اديغا عيدما اسكو جيرا او لا ييري اوردها معني دغال غلا ايو اها وا كان تليا عيدما او كو فاناي بريهان الا اي مركان كو دونهي الا اي حدودان سو تابانينا وا كان حسن شيخ محمود مساجد كو كلها معني الا اي كينيا وان سكون دونا هوشو وي بلابتاي وخه ما دينا واتي اولها عيدان كان سي لو لاي سيده لو لاي ان كو شيغا عيدان كان لبا اسكو درسنتي dadka ma oga laakiin ana hadda sheegay cudur xun ku dhashay ciidamada gudoodana ciidamadan waxa laga rabay maanta ma ahan waqti hadda la joogo waqti ka hor bay dhaba inay tagaan laga rabay sidaas loo sheegay heshiis lagu la galay saraakiishoodana waxay ahaayeen habar gidir iyo abgal bakay ciidanka isku dhafu وانا عيدانك اماراتك وصوته وبراء وبضن ولا سكو قصقصي يعني بيدبو ان اي جوغان ساعدان وي بيدبو قعمتا كدقان حريريان سيداسا شقادة اللو درا اي اهيد سؤال بان لوي دي مال مكور وحالو يري شقادة ان ادين درني تو لي مركة ما هيسان براو ما هيسان دافيد ما هيسان قريولي ما هيسان oo baydhabo ma haysaan buur kaba ma haysaan
مولو مولو مهيسان دينوناي مهيسان بونكاي مهيسان بردال مهيسان وحيد هين وين ربني انان قعان تكودين لكن وحان لدهني وينوغو أتكاتي وحان قعان سنني انان سنق سنو و ان غرغورنو ترتيب ترتيب وحالو يري انغا وقت ما هينا وقتي و دحاي وانا خيانتين بلنتينا سيدان ما اهين ما حسست مران كدغي جري ور عيدمو ايا لا ديري او بيدبا لو ديري اني مامولكا بيدبا تاليبان لو ديري ان كو دحاي هادي ولفتا غرين لي ما كان ايو يري اني دحاي خيلغاسي تضباك قديسي بيدبا إنا يقبصدان الربيع إذا مدان لكن ويشغي ويدي وحامرك اللولاي ما داما سراكيشة سرطة يؤجيهين إذا مدان سرطة الله شاقي اللي يري بيدبا قبطة شباب لبقالن ماهين هذا ما داما عوشي أي فشلنتي إذا كان إسراكيشا iyaga aba la shaqeeyaa dil rab maamulka bay dhaba qeyr koob sida awgeed halalaay horta sidaas loo laay ciidanka roonda baxday xalay toole roondadii dib looma arkin xariyo oo waxa la arkay qaraxyo lagu galay ciidankii oo la leenayo iyagoo jiif jiif waxba laga ma reebin waa la baabii ciidan 72 gaari ciidankooda iyo wuxooda finito la musica saad lalay ilaahay hadda dawladda Soomaaliya iyadoo ka hadlaysa intaas oo askar la dilay maart intaas oo baabuur la qabsaday waa la gubay waana la qabsaday gawaadhida wax la gubay iyo wax la qabsada laga dhigay saraakiisha markaa dagaal baa lagu dilay maya ciidanka dagaal baa lagu dilay laakiin saraakiisha dagaal lagu ma dilin yaa dilay saraakiisha saraakiisha ciidanka loo dhiibay waxay ahaayeen هبر قدر أيو أها ويل كان هدا ماركي سمعنيه آد أركتين سليبان وأها ديقلي إمريفلا دبال قدال كتوكت ديقلي إمريفلا قوان وحي قاتين شعب عيدا عيارتي إيجا لغو سمين جري أو قراني مدى لغو سو قنبن جري سراكيشو دا نبرك لغا توغن جري عيدا كودا شعب الله هو سوحي قوستين وحي آن قدلان ماركي سمعنيه يمادة هدي بحبت بأي بالله بطا إنا نبرك توكتان سيدي كابتن عبد الله او ديغلي ميرفلا او دشاي او معني هبر غدير اي توغتاي او كلي سداسي انا كو عبديناي تاس شقد انا وشق حسن شيخ محمود عذر او كبيراي عيدمدي وا تصالي انا نوق نيماي دهان او بادي عبد او دشاي وها او سركال كا اها عيدنكي جوغي غلمودو اي غرغر وها توغتاي دبر كتوكتي سليمان هبر قدير بات حلك كدلتي وحيدين ديغان كينا قف عن قدلانين تليك ما أهانكرو غرغر هشاكتو دوفان هشاكتو بوليس ملتاري هشاكتو معني أبو دجان هشاكتو قالد بن وليد هشاكتو نو عيدا مضي مركا وحي كفي الغاتين معني نعدوين كي هرو دعي مركا شيخ شريف شيخ أحمد وكليهي قبيالات بو كشقين يا حسن شيخ محمود قبيالات دي شيخ شريف وشيغاي إذا ما دي توسا يصور نحق شيء إذا كي نمر كي يسكتو غناي نب ديغان أن ديغان كي يقوم يقوتي ما ديها حبات الدي بالله بطت نمر كان كاتو غناي سراكيش اللي يدقلي مريف اللي يمانت شر الله دوس كلا شكي إيا كلا عرر أيا إذا ما دي حسن شيخ وكو بيري قبيل بو قلي يددكي هذا ما فهم إيسا تصالي ما أنت قدام بيسي بارلمانك صوماليا هواني مجارتين أيام مكروفن كقبستي وحي تري معني دستور كان صومالي لان يبنت لان أو مقن ما بلغنا ما يستير كري تري من نمسو لما رادين أي حسن شيخ محمود وحو كدبت تري بيت كلا أو ماركي سي معني هوية وحو يري وجواب اسكعيلي نايا اسكعيلي صومالي تي وايا نمبا حضلي ديقلي مريفلاح الدبان دربا حسن شيخ محمود موسى صودي ودري وجوابه يري لكن مدن كيسا لغا ورابي ورناغي اسكو دري نمان كي اسكو دري سراكيشي اسكو دري عيدا مدي اسكو دري وحان اشيغا يا عبد العزيز لفتا قرين حسن شيخ محمود
هدي فيلا صومالي إمو أكله حفيزك أنجلينا إجا هرمر أكله قالوا كاتو جنا إسكجر هذا المدرب وحنا وش هي يا هذا المدرب ومركب معني فيلا أكبع يصير البرلمان كأسوق جلسيد إسك إلالي لنا عيادة أت إسكافيري وركان إسكا ما صمينا يو إذا مضى سيدا صار لقلي ولا لايي معني الشرقال كسر لقول لايي دقي الإمري فلان وحيد قام كجارين إن يبي مال كودا إن عيدا الدولة دي هذه شاطي لصو قاتو ديجان كودا لقو قبصنا أيو إن أي أسكر تعبض بدي بلا بط أي توكتان وحيد ديجان كانوا دالن سلمي ده هبر قدر يدنا سركال عن أدلان هذه لا كانوا ويتوجن إيسا سيدا عن نوك أكله يسركيل كلا لقو لايي قل مدو هذول كان ميا أنجا معني تليان ناقن نقن إيسان أيها كن عادي سيداس الله يسول الله ينيا إذا ما دي بيمال إيو ديقلي يمرفلي وكان لقول لأيي بصرة إيو معركة يسمعني ألفو إيو جنبلول وكان لقول لأي إنت سراكيل هوياء أي هرقبتين أي قليين باي أغسوا بحين باي لقول لأي لبدا آك طلياش لبدا آك سيداس الله يسول الله ينيا إذا ما دي ويكال الشكيين حسن شيخ محمود مركة إليين شيخ شريف شيخ أحمد إيو فرماجو مدحوينها صوماليا هكل لابتو وددي عيدما لسيدة صوماليا عيدما دانا هقلب ايو هقبك هسيو معني عيدما ديو بابييي اسلامر كانا واسكو قتاري واي وحان كو شيغا ايو وار سردون سراكيش مانتا ديمتاي مدحتو يدا صوماليا سركال كسعدا كوفي قدود والا صوقا دي ايادان والاقو شبي ويسوط اداماتي aadan madobe ilaaladiisi laba kamida way ku jireen oo habeen hore la soo qaaday way ku dhinteen meesha way lagu dilay waaye sarkaalkan macni madaxtooyada ka socday abgaalo u dhashay sarkaalkan kale ee macni xamar intaan anigu joogo macni nabad bay ahaanaysa ninka ku dhaartay oo maantay la yiraahdo liiban golcod oo ciidamadaan oo dhan kor ka haystay waxa weeye markayse macni saleeman uu u dhashay السجن معنى ولا الدلي مركز الشرق قال حسن شيخ محمود وكشق ييجي وضدك ملح يسوق ليجي ويا واحد صعد مركز إذا ماذا عن مركز السجن كله شيء بين دبقة بتويري بين دبقة قبت أويري مددي وقبت يوي قبل وين ما حايد كل عين ما هو قبل ويدين ده أنا قريسا نقولي ما سمياها سير فكر يسوع الوالدين لينايا الله أرى مركز ضدك قبت بين دبقة للي هاي هذا بين دبقة يقول الشيبة نك دقيلي مرفلها بين دبقة يقول الشيء نك بيمالك بين دبقة يقول الشيء سيستم كيس ماسو جرا مركز مكاو قرانا يا ديان كايج بربوري أو جوب قبيل عد أضوات شلي بيها ضدك إيبناي مايا أسكرت أي إنسان منها قولي جاي من جوبة ما كوجو عاونا ها حبض مركز بالله بتوك دلها يا مركز مركز وحنو شيء يا إذا ما ضدقالك مركز وده جل إنسان دارو is ilaali digil ee miriflow hadii dagaal xabad ay bilaabato gadaashada ilaali hawiyow ku tooganaya saraakiil iyo ciidanba ciidamada hawiyow saraakiisha hawiyow hadii xabad ay bilaabato digil ee mirifla hadii dhulkiisa aad joogtid dhabarku ka tooganaya dirow hadii xabad ay bilaabato qoriga laga dilan hawiye dhabarku ka toogan saraakiishiisi ciidamadiisu waa mooriyanti sidaanay u shaqeynayaan marka waxa idin roon hadda digil iyo mirifla duu dagaal galaayo in aag uu dagaalka galo hadii daarood uu dagaal galaayo in daaroodka aag uu xirto hadii hawiyaha uu dagaal galaayo hawiyaha inuu aag xirto hadii dirta ay dagaal galayso dirtu inay aag xirato hadii dan wadaag ay u dagaal galaayo dan wadaag inuu aag xidho hadii kale waa la isu dhaarsan yahay sidaasna madaxweynaha Soomaaliya ka shaqeeyay ciidamadii way kala shakiyeen marka inta aad macni dhabarka laga toogan lahaa Soomaaliya inta laga helaayo ciidan is aamina oo qaranimo u carbisan oo qoryaha aan iska dilanaynin ciidanku u gaajaysan yahay mushaar looma hayo qoriga la iska dilanaya baabuurka la iska dilanaya rasaasta la iska dilanaya أهدافتها اللي اسكد لنا يا أو حوالي إذا ما ضو حيس كل جيران قوة دم الجديد أي كسر نح درسان إيه سراكيل إيه قوة نبض إيه نلاقة إسكو موقف ما أهن إسكو هدف دولة دي ما أهن
sidoo kale macnihi qofka deegaankiisi tusaale hadii galmudug la joogo dhuusamareeb iyo cadaadii hareereed hadii laga dagaalamayo sarkaal aan u dhalan iyaga ma ogola way dilayaan dhabarkay ka tooganayaan digli mirifleena marka tii awal lagu dili jiray uu fahmay way soo jeesteen digli mirifle marka adi waxa arintaa sheeg shabeelada hoose ma timaaday askari ma taxabada day dhacdaan ku dilaa xisaabtaasay la soo baxeen nimanka digli mirifle iyo biimaal ayaa laayay saraakiishii maanta biimaal iyo digli mirifle ayaa laayay saraakiisha abgaal iyo habargidir saraakiisha wii iyaga laayay macnaheedu waa maxay guriyin aad u waa annaga noo imaanina ciidan kan marka ciidan loo diray waa xaqiiqada waa soo noomaanto ciidan loo diray bay dhaba inay qabsadaan buu ahaa ciidan loo diray deegaanadooda in lagu qabtay ahayd isbaara loo dhigto gabdhahooda la dhaco la kufsado laakiin waa la soo afjaray hadda way joogaan kuwa deegaanka way yuryuraa wixii badbaaday xasan sheekh maxamuud 27 baabuuraan rabaa buu yiri degdega haddana in la geliyo shabeelada hoose ha geliyo laakiin waxaan kuu sheegayaa bay dhaba inay fashilisay wixii maanta wixii bilooyin la dhoodhoogayay lafta gareen inuu fashiliyay anaa kuu cadaynaya bikaas ciidanka digli mirifla ku jira bikaas ciidanka waxaa ku jira hintira ku jira bikaas ciidanka biimaala ku jira gurigaagaan qabsanaya haye i horkac dhiigaaga ii qub aan ku qabsado ta macnaha cid loo sheegayo male taasi wax shaqaynaya maan lafta gareen baa fashiliyay digli mirifla fashiliyay saraakiishana ciidamada raxweyn baa laayay maanta ciidanka ku dhintayna digil iyo mirifle 30 ayay dhadhawaynayaan weliba waxay u badan yihiin mirifley u badan yihiin waxaan hubaa 13 iyo 2 la lacyahay oo macnihii miriflaha waan hubaa waxaan hubaa 10 digila waan hubaa waxaan hubaa biimaal 89 ku dhowaad waan hubaa abgaal aad bay ugu dhamaadeen iyagana macnihii meeshaasi waa lagu shirqoolay xasan sheekh maxamuud ku shirqoolay ama saraakiisha saraakiisha isdiliddooda saraakiisha wiyaa bilaabay saraakiisha way is ugaarsanaysaa ama ciidanka xasanaa shirqoolay in dhegta dhiigga loo daro oo la baabi'iyo si sir aanay u gudbin bacdama la yiri shaqadiina waa qabsan weydeen mar hore bay dhaba inaad qabataan aan idinkugu talagalay maxaad tuwaay way joogaan askarta ma arkaysa macnihi badbaaday hadalka aan sheegaya ma beeninayaan xaqiiqo waa marka walaalayaal ma arkayse sidaasa macnihii ay wax u dhaceen x control f gooyana maantay wiil motofaykan wata mootooyinkan macnihii lagu shaqaysto inta la qabtay qori baaggiisii lagu tumay askartii xasan sheekh maxamuud uu kuwii joogay x control u dacwooday ayaa waxaa lagu yiri hadda ma nooshahay socowriya haddaa nooshahay armaa dhimatay soco waxaana lagu soo rogay amar ah shanta galabnimo wixii ka dambeeya laydinma arki karo waa masaakiin ilmooda u shaqaysanaya waxaa laga yaabaa qofkan caruur inuu leeyahay inuu xamaalanayo in ma arkayse xataa macnihii mootooyinkiibaa qabiil dad loo xiraayaa macnihii gruub aan dhihi karaa qabiil way ka tagta damuljadiid qabiil uma daneeyaan marka walaalayaal bahasha way xumaatay meel xun bay gaadhay insha allahu tacaala xasan sheekh maxamuud cawada jiif uma ahaanin warmurtiyeedkaan idiin sheegaynayna waxaan rajaynayaa in la soo saaray oo xasanna aanu ku faraxsanayn waxaan rabaa marka xamse cabdi bare aawe caawa ninkii xalay farmaajo weerarahayay ninkii maarkayse shalay garow weeraray aaway xasan sheekh maxamuudkii aaway doodii baarlamaanka aaway aadan madooba dastuurkii waa la soo afjaruu yiri bes waay waa laga dooday maxaarta marka waan marsiinaa soo manha hadda waxaa weeye rabuusa ku hor yaalay dhadhaab ayay ku hor dhigeen garowe already jaa marka soomaalidii oo dhan garowey u socotaa wariyaashii macnaha lahaa garowey ka degeen oo muqdisho haye dadkii maarkayse macnihii maanka macnihii maanka furnaa already dastuurku way ka hor yimaadeen sida professor afyare oo macnihii political science yaqaana islamarkaas jaamacad dhiga waata waraysigiisa waad aragteen wuxuu yidhi war waxaan wax la arkay ma ahanuu yidhi haye cabdi nuure siyaad oo nin cayr ah oo ayaan la cayr ah oo ma arkaysa reer ciyow baxar dhabe dadka loo yaqaano idaacadduu yimaaday wuxuu yidhi ma arkaysa waxaan wax la qaadan karaa ma ahanuu yidhi hadda ma fahmaysaa dastuur bedelid waa yuu yidhi xasan sheekh maxamuud shalay macnihii uu dhawaaqayay
ما أنت أنا إسقية كل دقائق ما الله أقولان كنا أبو يروح حاسي ترى نم ميا إسوسوجيد ميا وياي قوش الجروي إن وحلو قطوس يلا ربو إن ما أنت يعني قبيل ويلا نهار لحمايو صح ميا أبو يري صح ما أهل يري عبد النور سياد مركا هبر قدر بقول كي بس عشان ويكسر جلستي دستور كان بدل كيسي حتى واد أركتن أنت إني كجشدي ما هاد محمد صلاة كرسي جيسي نينكا كفردية إلياس واد دقيستين وحي روحا وحا لقاذا كرمان دابان عاد وماركا يسي معنية حسن أبوبا يكراستي قدو قربهار ري حا وحا لقاذا كرمان ويري عبد قيد يدو عير نينكا وطا يا إساق والله دقا الله مينا أنه حباد هدا نوغو مور ريسو أنه نلما تشوبي كرو أحمد عبد كاريه قرقر ومسي هالمرو ربائين وقرحو إساق ودن نينكا سلايبان إلا ماشا إن لقريتو أمل الدلال ربا أحمد عبد كاريه قرقر وحان أشيغايا صوماليدة دقن قلمدو أولوغو شاقو هبر قدر إيا ماركا إيسا أديركود إيا ماركا إيسا معنيه أديغا تدبا قبيلة دقن وحان أشيغايا تدبا دهس قبيل إيا قلمدو بدقن مريحانكا أو كجرو وعيسلا أو كجرو أو يحر أي كجرتو شيقال أي كجرتو ديرتا أي كجرتو هبر قدر أي كجرتو أو ددبلا أي كجرتو أحمد عبد كاريه قرقر لوقصدا دوني دو ويسو حماطي إيه قرقر لوقصدا نن نن كاس كفي عن أو دم الجديد أي ذي صوّد المجرو هبيراته قدافت يوحليته إذن بربرية إذن قرحية بس هذا لسان أما الله هبر قدري سلامان وعيه محان نجا سعد وينو بدلا عيرو هذا بهذان صومالدو وحي ترى ذا يقرر لي هذا حال هذا الخيار يبان نن كي هو يد نن كي أبيش قراءة كجيجي هو يدي سكوديري هادي أحمد عبد كاريه قرقر نور كجلمدوك أن أرق نبى كاريه قرقر واي حافة جوجي محوقة طي وكو قيلة مش عالن إلهي هون عريستو شن مر بيا سدح مر وتجا أنت كلام عني أديسو هوتيل جوجي وكو قيلة هي كي مكية أساسي معني برح لي مصاد عفن عبد كريم حسين قولي واتي أنتو فشل مي ما أركيس معني وضنا لي جها ياجيري كسو عري مش عبد غيديد وحكلام ما قبانين لكن نينك ما أنت مشاريع كفولية أو معنى قلمود بنورية أو حتى ضدك الدجناء حوجو يسوسو دوية مريحان كأيوه هبر جديد تو إسلينجري درت أيوه هبر جديد تو إسلينجري وحير يسوسو دوية وحوي نينك اللي يرادو أحمد عبد كاريه قرقروا أو معنى فلسفة دي الدولة دي ماذا فرماجو ينبض ينلال كسعدة بكاس داد كاستين بي اهايين دولد نما إنا يقول دقاقان يقو عنصدين لكن كوان واموريان إنا يدالك بوابان وحنعان دين تأي عايان قيل لأوك لحالي طول مركي سلام بان معني يوان دل حيري دين تو عاين اي حالي سكرتا كو كعضي إلا سلام بانك استقال احمد نور جمعالو يساقي قري نما كان والقوي مادي اكاونا دو دال حيرايا تاتو والقوصة صعدا هذا ما فهم ايسا نما كان شير شير ودامي والقوي مادي نما كان نما كان دي بدو يكسو حير عرنطي حسن الشيخ محمود سعدي وقدم بي وحو يري فير قلباتك نما يبدل كان قعنتينا نسوق لنا يا قيرات كيني وحينا دن يقول تاغيرا إنا المارك يسيد دل كان معني بلا أسكر كرنيقو سان إنا كرنيقو وحي كل دين هايو وكو معني أنكو كوما تاغيرين وكو داوانين هدين لكن أكو قولي سوى يديد كورن هدا أكو قولي استوى أكو قولي استوامان صوماليا إن معني كل عيد ماذا باب بيسي دكتاتورية أجل لكن هذا كقول يسوي سكور معنى كينا ويري أنا معنى كينا معنى ما كينا ها ولا قاع مس معنى ذو ما هي هذا كقول يسوي ذو كدي لينا واي يا هذا ما فهمي سا ها أنا جوجي الصوماليين إسكام حماينينه دمت عن ذلك أن كلنا هيا كبدا هرت مارك يسمع معني ورقدان وصوص عري قروا الشركاسي كسو صارين مدحرة سماشة جوكتا حسن شيخ محمود ووحي هردد أديدي ووحي ماركيس أكبقايي مركو لها أفري لباطن عشو أيانو قروا كبر برينينا بنت لان آن كبر برينينا وحو كبقايي تن إن دني أصان نقضو دني معارض نمدي سو أقياهي ننكي كرسيك صاري وي مركاس كدب إن أي قروا أنقطهوي لبا معمول بو آد أولاد دقالي ومعمولك ميلان عبد العزيز لفتقران وهو قامين ايو ودقاجين وايي لكنه اسكود ايو انه سكست اصابه وماشا كاقادو ايو
سعيد عبد الله الدني يبنتلان بنتلان لكن هل مبدأ بيلاذا مبدأ أسان الربا إن دقل يمرف لها إن تلد الجن أي وحير فهمان ويصاب بسلاذين وحوي فهمين بنتلان دبا عدد دارات كإلين وحوي سكست هذا يسوق جوس جوسان أيان سكست يسوعون أيان مبادئ جريتان كلا جم مرمو مر هدي جريتان بإعتماده وكان هذا الدني يجو ديدن أو بوساسة دجالو كردي له معني جرو وحبط أقصى قاطي مركي دمبرة ويدورتين محي ودورتين جريتان كنا كحرام بيدهن مركي دقلي مرفلو حن ربع معارض ماله وحجروه لكن هل ميت إنا يفهمان بس جريتان كوده معني قطر مركو جلايو إن أيسان عاون قفك قطر تجلينا هي أو هدي جريتان كوجو وبا أو تمارك يسمع معني يجنا ويلا بعيان أنت سكلي إنا يفهمان كلمن لكن دقلي مرفلي ويسو جستين سان أقو أدميني سراكيشو دو والد دل جري دقال كمركا لقالو لبركا لقاتو غن جري إيه لولكودان وحالي جري قران كصوماليات بانكو جوغينا يدو قبيل لقو أديغان آيو إسبار الله ديغان آيو دادكو دي الله دعايو ما أنتي دقلي مرفلي وحي فهمين إيه بيمال إن لولكودا دل لقو يمادو قران يما أنجرين لبركا إكتوكتان محاب لولكا يما حاطليا أقو تادي أمبر لولكا تليا إنا نغضم waxay tusaale u soo qaateen saraakiil digli mirifla ah oo dhulkaasi talyaalka noqday oo lageeyay oo fig loo xiray gaalka ay lagu afduubtay ayay macnaheey 10 ka qaateen digli mirifla isbitaalada markaa way buuxeen hadda wixii basra ku soo dhaawacmay wixii maarkayse macni la shirqoolay ciidankana xasan sheekh maxmuud iyo damul jadiid ayaa shirqooshay bay dhaba ma qaban waydeen ha idinkuna ma noolaanaysan waxaan ogeynaan ku sheega marka ciidamada Soomaaliyeed adinku waxa dhahdan ciidanka hadii la dilay maxaa loo sheegi la yahay maxaa loo soo bandhigi la yahay meedadkooda maxaa inta badan loo tusi la yahay waalidinta iyo walaalaha iyo qaraabada iyo aqrabada laakiin dadka ma oga sababta ana ku sheegay fiiri ciidanka marka la laayo lafooda inta badan lama arko lafahoodana waa la dhoofiya xubnahooda waa laga ganacsada do you know that damul jadiid ganacsiga ay ku jirto dadka ma oga cid ka dhawaaj samale fiiri ciidamada mid ma ahane inta badan marka la laayo la xasuuq ma arkays lama soo bandhigaayo sababta damul jadiid ay u dhaheen lama soo bandhigaayo lama sheegi karo lama macnaheey wariyi soo sheega waa dil shabaab uu lamid yahay sababta loo yiri ma taqaana adi askariyo $200 aan u dhimanaa leedahay laakiin ma ogtahay adiga marka aad dhimatid lacagtaada kaliiban lafahaaga in la gato ma ogtahay lafahaaga ma ogtahay waa ogtahay Uganda macnii askari macnii askartii lagu dilay ma aragteen uur ku jirto dhana lala baxay kuwa la leenaayo lafaha reserve waay ma arkaysid waa la qaadaa meel la geeyaa xibnood waa laga ganacsadaa ogow ama ha ogaanin sirtaasaan ku fashilinayaa marka si kastoo ay ahaataba waxa weeye qofka ugu horeeya ayaan rabaa janis inaan siiyo oo na soo wacay inaan ku celino Somaliland Somaliland 50-50 weeye macnaheey dastuurkan waa ku sheegay way ku kala qaybsan tahay qaar waxay doonayaan in ma arkayse dastuurkan ay u codeeyaan qaarna waxay doonayaan inay kor yimaadaan siiba habar jeclo qolada la yiraado ilaa ma arkayse Isaaqu wuxuu u qaybsan yahay habar awal iyo oo Saad Muuse iyo Ciise Muuse ah garxajis oo ma arkayse habar Yunis tabari waa taqaanaan dadka ugu badan ah iyo ciida galay caradaasi ee tol jecle arab habar jeclo ayub waad ogtahay marka iyagu 50-50 weey 50-50 konton konton qadar guuleed oo nabad iyo nolol ahaa nafsadiisu mashruucu ku jiraa uu u been guuraya hadhowdii marka ugu dambeysa tareenka meesha ugu dambeysa ka qabsan doona I tell you that ana taas ku sheegay waxaan rabaa inaan ku sheego markayse macnihi in ay boqolkiiba konton ay yihiin sida boqor buur madow oo kale ay dhaheen maalinta mahawiye ma dhisayno daaroodka aan ku xadgudubnay baan dhisaynaa iyo digli mirifla wax la qabsanayna hadaan nahay dir sidaasay dhaheen marka xisaabtu way ku xun tahay saaxiibadeena markayse garowe warka ma taagna qofka ugu horeeya ayaan jaani siinayna studio aan ku soo dhaweynayna hello
الو السلام يا معلم السلام يا هلو السلام عليكم وعليكم السلام قروا كورنا يا حسن شيخ ارده هو ارده سوالي ولو السلام انت كنت داور ايسا ينو دولة نمضة نتقانا والله دشا هيبدا والله دشا موقتا مركا دارو وحان ويقو دشا especially من ريحان موقتا مركا نمان كان موريان ترميشي توقتا واعد دو محاين قبان كران بوحو دايب بينا باقي قبتا والا فشيلي وايني عمبليين يا بير كان كسو تنتين هذا السركال كي محالا ده الليبار عندون مساجد كي جمعالا علي بي هدى ايناقه هابر كي بيكا برارنا يالكاسي كود دلتو كان ايان مفاد وايه ديقل مثل الدلي انا عدينا ايتاس لكن مما ودى لكن اذين كان سومال لنا ميسا بارات كوا كسو هرجي دين واسدي waruu xasiwa muuse iyo ina geelaniyo ma anaga ma anaga hawiye intu noo soomaali aad u xitaa dastuur bedelo anaga budlaan baan naga horaysa oo garab ka saaran dulbaanta ku xiga jabuuti way ka xiran tahay umar geela soomaaliland buu taageeraa oo ku shaqeysta ethiopia ma soo aadi karaan damujaliid anaga xagee naga soo galayaan adoomahan weer weer xagee naga soo gaday dastuurka bedela iniga iyo budlaan baa is erriyanaya mooye waxay naga soo tala waa ninka hadal sheeg waa ninka ku fikiraya inu anaga saddex gobol intu naga dhigo oo 73 xildhibaan siiyo bas waxa balka warad way laakiin markii hore irir Soomaali isla hayday Soomaan irir sawal macalliya u bartumay yaa u bartumay waa Muuse Biixi iyo xogayaal xawar awli ina geelayahay and it's not happening markii Muuse dhagaha lagu dhuftay laas aan dhagaha ay ku dhufteen waa la jabay garxajisbuur buu fuulay this is not working hadda anagu waxaan nahay farmaajo because nobody in the mafia aqoon le moqtay saadi yasiin wuxuu dhaa xiriirka ay budlaan jubaland la sameystay way ku khasaartay waayo weydiisashaas wuxuu ogaa in la keenayo raisul wasaare daarooda xasan sheekh maxamuud jeebka ugu jira ma fahmay way laakin hawar gidir laba sano ay taageereysay xasan sheekh maxamuud turubki hadda macnaheedu way kala noqotay way hawar gidir maxay taageerada uga la noqotay xasan sheekh maxay arag hawar gidir waa la baxareeyba aan wuxuu u qoray waarga gixiso lacagtoodi waa laga een waxbay qarxiyeen waa la dacweeyay waa mooriyaan baa la dhahay markuu ku shaqeysanay uu ku soo jeestay dastuurkan bedelaya hawar gidir waxa leeyahay wax xisaab bay isku dhufatay waxa leeyahay wax faa'iido ugu jirta male marka way ku soo horjeesteen iyagu waa saad sheegtay waa kolba dhinac ay u badan yihiin ma faati waye hawar gidir marka macnaheedu iyadii aba qatar la galiyay waa laga soo hoos booday raisul wasaarnimana ay raadinaysaa haday helayso raisul wasaare male way ku ciyaareen waad ogtahay ayay horaad u sheegtay raisul wasaale ma helayaan dadkii way laayeen maadsalada argagixisaa magacooda ku shaqeysta xeen saraakiishi saacad waa la laayay hawar gidir waxay ka nooshahay wallahi waa runta bas hal meel bay ka nooshahay magaalada la dhaho dhusamareeb qorqor baashiday daaroodka ay isfahmeen wuxuugaa nabada xaafkii ku qayili jiray xaarkii meesha ka xaaqay wuxuugaa dowladnimaa u muuqata raggan ma faantay marka meeshaasi ka shiday laakiin haddii qorqor meesha laga qaado haba gidir way baabaaysaa macalin wax alli waxay hayaan malay maxaa salaad uba keligii iska cunaya wuxuugii ma faantay iyo fiqi oo cidba matalin oo mooriyaara ma faantay waye laakiin fiqi cawadu hadlay wuxuu yiri buuq hadda in la furo ma ahan garow in la aado ma ahan maxaad ka dilay fiqi wuxuu ku hadlayaa luqad diblomaasiyad buu ku hadlayaa xaqan sheeg wuxuu ku leeyahay war waa u jeedaa burhaanta soo socotee wuxuu ku leeyahay dastuurkan naga jooji ama sheekh shariif oo naga jooji waxaan soo wado meesha way nagu xumaatay wuxuu ku leeyahay xatan waa lagu keenkeenay xatan oo ma shaqeynayso inaga jooji waa kale saax ma aha waa kale ma fahanta adiyad marka waxaan hadan sheekh maxamuud waxaan ma u shaqeynayaan waa arin maart lagaaday hawiye laakiin waligood uma dhalan inay dowladnimo hoggaamiyaan qorqor baa ugu dhow they never waligood ma u dhalan inay wadan hoggaamiyaan baash waa haybad mareexaan baan haybad u leh waa 12 sano uu haystay wadanka badii markii la soo haweystay farmaajo soo celiyay baash caalamku way aragtay waxay dharagar waa mareexaan dowladdeega haysan jiray magacooda laga bangalada looga joogsaday waayo qoraal bay yaqaanaan luqad bay yaqaanaan way ka aqoon badan yihiin farmaajo ma aha xadal sheekh iyo mooriyaantan quraanka dhigi jiray dadka boogi jiray ma aha waa nin ilaa 1919 wax baran jiray baash waa haybad loo dhashay weyar macalin ma aha isku hoggaami waxan ma aha waan aragnay dadkan they have nothing waxay ka garacsadaan ciidanka jirkooda waxay xubnaha ka garacsadaan hablaha ay rabay fuulaan maqaaxiyaha u furan
dalkani waa dal qandaraas lagu soo qaatay ma fahantay aad iyo aad meesha caalamkuna dan kama leh dadkan waa Fahd Yasiin ingiriiska uu gudbiyay inuu raisul wasaare ween raisul wasaare roble inuu yahay argagixiso uu gudbiyay laakiin london baa laga soo dajiyay marka beesha caalamkuna dadkan wadankan waxba kama leh iyagu waxay rabaan nin aan lala xisaabtamin horaad u sheegtay wallahi macallinku caadi ma waxay rabaan xasan sheekh oo lala xisaabtamin nin aan xisaab keenin oo saa la isku burbursado saasay rabaan laakiin iyagana ruush baa ku soo socda waa saas sheegtay marka dantooday ka fikirayaan hadday dastuurka ku taageeraana waa lagu kala tagayaa hadhoola isagay dilayaan waa saa sheegayso marka ani hawliye waxa leeahay baasha dad fiican way nagu jiraan qoorqoor baa inagu dhow weji samaysta hadda farmaajo eeg weji buu samaystay ciidankiibu wuxu dhiibay mishaar buu dhiibay hay'ad buu soo celiyay qof iyo cod xalaal hadii la dhaho isagaa qaadaya laakiin nin kastoo hawliye yimaado weji shacabka kama samaysanayo marka baashu waa udhalasha waa hay'ad ma fahan waaye maaha isku hoggaami uun maaha duur maaha bedel maaha sidan waaye annaga laakiin waxaan sheegnay in isniinta ka hor murmurtiyad uu ka soo bixi doona garowe waana soo baxay ma moodaa marka inaan macnihi xaqiiqada ka turjumayno adi sirdoon baa tahay nin culus baa tahay macalin baa tahay waad u jeedaa waad ku dhex jirtaa waad soo tabin jirtay meeshay ku xaarayaan wax kasta soomaalidu iyaga u taalaa hadday qabyaalad kugu nacayaanba annaga cashar baad na siisaa moogtay adiyo ninka la leeyahay muxsin oo aadan u salaamayo marka daarood suurar bay u xidheen dabuljadiid waxay ku dheer addoomaha eegibaa tihiin waxaad samayn kartaan male annaga dowladda ah annaga haybad ule luuqaday ku hadleen waa saas iska qaylqaylayaa la dhahay ma fahan farmaajo raxmar wuu joogaa mana weerari karaa mee farmaajo magaalada male mee abar gidir iyo abgaa soomaa way laakiin ra'iisul wasaare xamse cabdibare doorkiisa aaway haddii maarkayse daarood uu matalayo kursigii ra'iisul wasaarenimada in la baabi'iyo meeshuu diidi laha isagii inuu ka shaqeeyo sax miya war Fahd Yasiin baa hore kugu sheegay macalin hadday soo baxday wuxuu kugu dhahay xidhiirka ay majeerteen la sameeyeen Jubbaland way ku khasaari doonaan wayna ku burburi gaareen saciidani baa ka gaaray mooye waayo wuxuu ogaa in lasoo wado cunug ay soo korsadeen oo ku dhashay DSF meelaha Itoobiya dhexdeeda ku dhashay deegaanka Soomaalida ay haysato ma fahan marka haddaad aniga ay soo koraysay macalin ood gabadh siisay ood barafka iga kirin jirtay ood raisul wasaare iga dhigtay oo 9,000 iyo 3,000 bishii siiso intaaba iga badan bay maara daarood iyo wax kale waan qaadna ma fahan way waxaan u noqonaynaa Soomaaliland way kacsanayd laakiin haatan doorasha la aaday Soomaan mise khayaana jirta weli wallaahi horta macalin oo dastuurkan lagu marmayaba waxa dejiyey cabdo qoray baa nin la oran jiray maxamed xaaji cigaal oo geeriyooday oo raisul wasaarihii soomaaliya ahaa laakiin waxa ka xaday dastuurkaas oo sawir uga qaaday nin dirawalkiisa ahaa ismaaciil cumar geelo u gudbiyey waa ka uu kaaga sheekeynaya cali daacuun markaana sidaasuu geelo ku xaday shirka in soomaaliland lagu dhigay ahayd ina cigaal wuxuu rabay soomaali muu rabay inuu kala gooyo wuxuu rabay inuu hoggaamiyo mareexaan wuu u yeeray iyadoo xitaa ay magaalada duxeeyeen marka ninkaasaa waxaanba sameeyey laakiin muuse biixi wuxuu wataa khiyaaro wuxuu rabaa inuu ku shubtuu rabaa haddii ay ku shubashada u shaqayn weydana isagu wuxuu wataa inuu garxajis oo xamaaliye ka ah hadda dekadda eribodka inuu u dhiibo iyo wasiirka maaliyadda inuu u dhiibo iyo ciidanka inuu siiyo u dhaho abtiyaal iyo farfariista aniga ilaaliya wixii dhan waan nisiyey macnaha siga inuu rabaa laakiin muuse ma ka tagaya meeshan ma fahan waaye doorasho uu ku khasban yahay inuu dhigo waayo markuu ku leeyahay muxsin nabad iyo nolol gool bay dhalisay da Turkiya hadduu seilac joogo farmaajada xukuma weyar iyo Soomaaliya ciidan baa la keenay ciidan baa la tabari samaroon ciidan baa loo aysaa qoreyda nabad iyo nolol gacanta ugu jira waaye muuse biixi inuu laascaanood soo weeraray hamigii ahaa ma ka joogsaday mise uu ku jiraa ma soo weerari karo ma ku dhaco muxuu haystaa uu kusoo weeraraya muxuu haystaa nothing qoreyda muuse biixi gool baa laga dhaliyay nabad iyo nolol is part of Soomaaliya marka waa inuu la gala laakiin baanta fahim uu jo loo ballan qaaday markaad leedahay xasan sheekh maxamuud xildhibe gobol kastaba 10 xildhibaad buu kasoo dooranayaa
waxa ku jirta fahimo qojo oo dhulbaanta oo hadda naysa waxa ku jira codkaaga go'ay laakiin walaalka isaga codka ka go'ay way ka raali gareynayna wana mahadsan yahay Somaliland markaysa ayuu ka soo jeeda walaaliyaal warmurtiyeedkii sheegade ee magaalada Garoow ka soo baxay ee Puntland ciyaar bilow halkaas ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa Ramadaanul Mubaarak baan idin leenahay Soomaali ha guuleysato amalkana Ilaahay dirtiisa u qabo maxaa yeelay midkaadu amal falaysa daraadi eebe uu arkaya sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan Garoow waxaa ku sugan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Ahmed madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani madaxweyne Lugator gudoonka baarlamaanka waxaa ku sugan Dr. Cali Saciid Fiqi gudoonka baarlamaanka Mainland ahaana ambassadorkii midowga Yurub ee Soomaaliya macni u fadhiya meeshaasi waxaa jooga xildhibaan macallimu wariye hore laanta af Soomaali maxaaga BBC-da Cali Bagadi xildhibaan Cali Bagadi yacni dad miisaan leh ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi Sheikh Shariif waa aan sheegay kuwa kalena waa ay ku sii qulqulayaan xildhibaan kulana jiis hablo iyo ragba kulley warmurtiyeedkii waa uu soo baxay madaxweynaha Soomaaliya ee tiimkiisi isniinta waxay sameeyaan waanu arki doonaa iyo maalmaha macni ka dambeeya inay dastuurkan isku biimeeyaan iyo inay joojiyaan laakiin waxaan kuu sheegayaa haddii dastuurkan la marsiiyo xasan teendhadii uu ka cararay uu ku qasban yahay ka horna teendhada waxaa ka horreeya Sheikh Shariif oo tuuta xiran oo maarkaysa macnihi kaaraan ka soo dagaal galay waad sugaysaa xasan cali kayre oo dagaalamaya waad arkaysaa lafta gareen oo macnihi siinka dheer ciidama ka soo geliya waad arkaysaa intaasi ammaanaha nagu ahto muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina la kala qaato ballantanada waxaa weeye inaan ku kulanno xawdkii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam Firdowsa.